ان شاء الله النهارده هنتكلم عن شيت نمبر 4. شيت نمبر 4 اول سؤال فيه بيقول ديستنجويش بتوين، فرق ما بين المونوليثيك اند هايبريد انتجريتد سيركت. طبعا لما نيجي نشوف الفرق ما بين المونوليثيك والانتجريتد هايبريد انتجريت والهايبريد انتجريتد سيركت، هنلاقي طبعا ان المونوليثيك انتجريتد سيركت بيكون لها فول سيركت. الفول سيركت دي بتبقى كونستراكتد اون ا سنجل بيس اوف سيليكون or other semiconductor، بس بتكون enclosed بباكج متوصلة على حاجة اسمها connecting leads. ولكن الهايبريد انتجريتد سيركت بتكون سيراميك سبستريت كارينج one or more silicon chips. طبعا المونوليثيك بتكون زي ايه؟ زي الريزستورز والدايد والترانزستور، بتكون فابريكيتد مصنعة على the same chips. ولكن الهايبريد انتجريتد سيركتس are connected on a chip طبعا with discrete elements externally to the form او to those formed on a chip. طبعا ده الفرق ما بين الاثنين، ان المونوليثيك بتكون على سنجل شيب، ولكن زي طبعا زي السيليكون، ولكن الثانيه بتكون على discrete elements او discrete form. ده بالنسبه للسؤال رقم واحد. بالنسبه للسؤال رقم اثنين، what are the most advantage of ICs and the state of their applications. طبعا اولها ان انت الاي سي ده بيكون سمول سايز، السايز بيكون خفيف جدا او صغير، هاي بروسيسنج سبيد. طبعا اذا الاي سي فانكشن بتاعتها او الابلكيشن بتاعتها كتيره جدا، ممكن تستخدمها از امبليفاير زي المايكرو اي 741، زين بريدج اوسيليتور وهارتلي اوسيليتور وكولبتس اوسيليتور. انواع الاوسيليتورز المختلفه كلها عباره عن اي سيز، ممكن تسرد than جاليوم ارسنايد in fabrication process. طبعا كلنا عارفين ان السيليكون الجاليوم ارسنايد في عملية تصنيع، طبعا لان السيليكون بيبقى عبارة عن ايه. طبعا السيليكون من مميزاته ان هو بيبقى متوافر، لان التصنيع بتاعه بيبقى الفورم بتاعه بيبقى من الرمل فمتوافر، بيكون كمان بيتيح لي ان انا اقدر ان انا اكون ستيبل اوكسايد اشاره من هو السيليكون دايوكسيد اللي هو ال SiO2، density of crystal defect defect بتاعها بيكون عالي. كمان ده الفورنس لاي ديفايس تقدر تصنعه من الجاليوم ارسنايد. واحنا اتفقنا خالص في اول الكورس اتكلمنا عن السنجل سيمي كوندكتورز وال كومباوند سيمي طبقا للمميزات اللي احنا قلناها دي. سؤال ان فابريكيشن بروسيس، طبعا احنا اتفقنا ان بروسيس او الفابريكيشن بروسيس لازم يبقى اول حاجه الفورم. طبعا احنا عارفين معنى كلمه كريستالز بالفيزياء، بتبقى مترتبه طبعا عشان تكون حاجه اسمها الكريستال لاتس، ده انت خدته في الفيزيكس. طبعا بتكون فيري بيور، لازم تكون فري اوف ديفكتس، وده طبعا من مميزات السيليكون اللي احنا لسه قايلين. سؤال رقم خمسة، why سيزيكرولاسك process required although reaching 99.99% purity of silicon. عشان تحصل على سنجل كريستال من السيمي كوندكتورز المختلفة، سواء كان سيليكون سواء كان سنايد سواء كان جرمانيوم، ده طبعا طبقا للسيزيكرولاسك ديجري رو الكترون جريد وهاي افيشنسي. طبعا انا في النهاية برضو بروح ادور على سنجل كريستال زي السيليكون زي ما احنا لسه متكلمين عنه دلوقتي، ان انا بحصل في النهايه على سنجل كريستال، وسيزيكرولاسكي بروسيس او سيزيكرولاسكي ميثود بتديني الخاصيه دي.
طبعا السؤال رقم 6 بيقول summarize، لخص fabrication process of ICs. طبعا عملية الفابريكيشن بروسيس عملية مهمة جدا جدا، عملية ايه؟ التصنيع. أول حاجة أو عملية الفابريكيشن، طبعا الفابريكيشن أول خطوة فيها اللي هي الأوكسيديشن. طبعا الأوكسيديشن بروسيس هي عبارة عن ايه؟ الأوكسيديشن بروسيس بتتكون من أو بتحصل منها على growing of a thin film of silicon dioxide. يبقى أول حاجة في الأوكسيديشن الاوكسيديشن بحث، زي ما احنا شايفين في الرسمه ان احنا عندنا السبستريت موجود عليها من فوق ال SiO2 اللي هو السيليكون دايكسايد. ديفيوجن عباره عن ايه؟ والدوبنس بتاعتي عشان أمشن. طبعا بيبقى موجود عندك البي ار الفوتو ريزيست SiO2 موجود عليها السبستريت. الخطوة اللي بعد كده بيسموها الايون امبلمنتيشن. الايون امبلمنتيشن البروسيس دي بتديني مجموعة من الدوبنس او الارياز اللي موجودة على الويفر بتاعتي، او بيسموها البي ام اي. الخطوة المهمة جدا اللي هي عملية الفوتوغرافي. الفوتوغرافي بروسيس طبعا اتفقنا ان هي دي عبارة عن ايه؟ برينتنج السيركتس، بعمل برينتنج السيركت وبحصل على اليو في او الالترا فيوليت لايت. طبعا اتفقنا قبل كده في الفوتو سواء كان البريندنج سيركتس قرينا عن السيركتس بتاعتي. الخطوة اللي بعد كده اللي بتاكسي او اللي بتاكسي الجروس، ان انا بقدر اعمل كنترول كريستالاين دوب عشان احصل كريستال. واتفقنا احنا كل اللي يهمنا ان انا احصل سنجل كريستال من السيمي كوندكتور، وده كانت من خصائص السيمي سيزي كورلاسك بروسيس او سيزي كورلاسك ميثود. طبعا الخطوه اللي هي الميتاليزيشن انتر كونكشن، الميتاليزيشن اند انتر كونكشن. طبعا الميتاليك اند انتر كونكشن فور ذا انتجريتد سيركت اند فور انترنال كونكشن اوف بوث ديفايس. طبعا هي على ان انا اعمل اتش للاكسايد، وفي نفس الوقت بعمل ايه؟ اتشنج لي بعمل اتش الاكسايد بتاعتي الاي سيز اللي انا عايز اصنعه في النهايه. بعمل ستريب ذا فوتو ريزيست، اخر خطوه بعمل ستريب للفوتو ريزيست. دول طبعا الخطوات الاساسيه في تصنيع اي نانو اي سيز. briefly discuss سؤال رقم 7، briefly discuss how to fabricate. اعمل ال N بلس سبستريت اللي انا بحصل عليها اللي هو السنجل كريستال من السيزي كورلاسكي ميثود. بعد كده باخد لير طبعا بتكون تر. بعد كده لير من ال N سيليكون او ال تايب N تايب سيليكون 1 to 5 كيلو متر مايكرومي ماسك، ماسك از ريموفد وريزيست از ريموفد. بيفضل لي الاس اي او 2 اكسبوز، بعمل اكسبوز واعمل له اتش. البورون از ديفيوز، بعمل البورون بيحصل له ديفيوجن فروم ديفيوجن تو فورم البي ريجون عشان اكون البي ريجون. والبورون ديفيوز از لي ان سيليكون نوت ان اس اي او 2. طبعا دي معلومه لازم نبقى عارفينها ان بيحصل ديفيوجن للبورون اسهل لو انا شايل سيليكون مش سيليكون دايكسايد. بعد كده بيتكون عندي سين فيلم، بعمل له ديبوزيتد اوفر ذا سيرفيس. بعد كده لما بعمل الميتاليزيشن بروسيس ان الويفر از اتش تو ميتال عشان تشيل الانوتد ميتال اللي انت مش عايزها، والريزيست بتاعتك بعد كده بيحصل لها ديسولفينج. اخر خطوه في السؤال السابع اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الكونتاكت ميتال. الكونتاكت ميتال از ديبوزيتد اون ذا باك سيرفيس اند اوميك كونتاكت. طبعا الكلام ده بيحصل بالهيت تريتمنت. طبعا احنا عارفين ان الاوميك كونتاكت بتكون عباره عن نون ريكتيفاينج الكتريكال جانكشن اللي هي بتوضح الجانكشن ما بين التو كوندكتورز اللي بحصل منها على لينير فولتج كارنت كيرف او بيسموه الفي اي كيرف او بيسموه الفي اي كاركترستكس بتاعت الدايود.
طبعا از ويز اومز لو. طبعا كلنا عارفين ان البيئه كاركترستكس لما بنيجي نرسمه هو عباره عن الجانكشن اللي بوضحها الاوميك كونتاكت. الكلام ده بيحصل بالهيت الهيت تريتمنت. سؤال رقم 8 بيقول لي درو ذا بروسيس اوف فوتوليثوجرافي. طبعا الفوتوليثوجرافي زي ما اتكلمنا عنها احنا عندنا بيبقى فيه موجود الريزيست، بعد كده موجود السيليكون دايوكسيد، موجود بعد كده السيليكون. طبعا باخد الكلام ده بعمل الماسك، عشان اكون الماسك لازم يبقى في عندي بعمل اكسبوجر للماسك، وبقى في عندي يو في لايت سورس. بعد كده بستخدم الفوق البي ار والفوتو ريزيست، وبقى عندي بوزيتيف فوتو ريزيست ونيجاتيف فوتو ريزيست. بعد كده بعمل اتش اند سوفت بيك او كان هارد بيك. بعد كده بعمل ليت اوف. ده طبعا البروسيس الرئيسية في تصنيع الفوتوليثوغرافي او بيسموها الفوتوليثوغرافي بروسيس. ده طبعا بالنسبة لشيت نمبر 4 في برنسبل اوف نانو الكترونكس، وان شاء الله هنكمل باقي الشيتات على نفس المنوال. شكرا.